برلماني جديد يهدف بحسب مؤسسيه إلى تعزيز السلم ونشر ثقافة المواطنة، ويضم الفريق الذي يأتي بعد تشكيل عدد من الفرق البرلمانية خلال العام 2015 يضم 65 من أعضاء الجمعية الوطنية. المزيد من التفاصيل نتابعه في هذا التقرير. الإعلان بمباني الجمعية الوطنية في نواكشوط عن تشكيل فريق برلماني لتعزيز السلم ونشر ثقافة المواطنة بحضور وزيرة الثقافة وممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في موريتانيا. الفريق الذي يضم 65 من أعضاء البرلمان الموريتاني يشارك فيه نواب من مختلف القوى السياسية في البرلمان من الموالاة والمعارضة. ومن هنا تأتي أهمية دور فريقكم في العمل على تحقيق الإجماع الوطني على القضايا الجوهرية للأمة، ولا شك أن رؤيتكم هذه لواقع يحتاج التحسين والتطوير المستمرين يفرض وضع تواصل اجتماعي تتبادل فيه مهام وسائل الاتصال والإعلام والسلطة التشريعية التي تمثلونها، نظرا لتأثير هذه السلطة على الرأي العام والمجتمع ككل. رئيسة الفريق البرلماني الجديد قالت إنه يسعى إلى تصحيح المفاهيم الخاطئة وتغيير العقليات والمسلكيات والممارسات الضارة في المجتمع. ويأتي الفريق البرلماني الجديد لتعزيز السلم في المجتمع الموريتاني في وقت عرف فيه البرلمان تشكيل العديد من الفرق خلال العام 2015 تضم نوابا ينتمون إلى قوى سياسية مختلفة، كان من بينها فريق التقنيات الجديدة وعصرنة الإدارة، وفريق الصداقة الموريتانية الصحراوية، وفريق دعم الحكم الرشيد، وفريق الحريات العامة وحقوق الإنسان، وفريق أصدقاء شريحة المعاقين. ومعنا في الاستوديو النائب البرلماني رئيس فريق الاتصال والمواطنة والسلم زينب متعلي سالم، أهلا وسهلا بك. بداية، في أي سياق يأتي تشكيل الفريق البرلماني الخاص بالاتصال والمواطنة والسلم؟ شكرا. أنت تعلمين أن النائب زيادة على أنه يراقب العمل الحكومي وعلى أنه يشرع مهمته التشريعية، طبعا هو يمثل المواطن، يمثل المواطن بكافة أبعاد ذاك التمثيل وحيثياته، وبالتالي يرتبط بجميع الشؤون اللي تعني التنمية والواقع السياسي والاقتصادي للبلد. وهذا طبعا بهذا الإطار هو اللي عدلنا هذا الفريق اللي يعتنى ياخذ وسائل الاتصال كأداة لترسيخ قيم المواطنة وثقافة السلام والسلم. نعم، ما الذي يتوقع أن يحدثه تأسيس هذا الفريق على مستويات السلم والمواطنة والاتصال؟ طبعا المعروف أن الشعب الموريتاني شعب عنده العديد من العقليات اللي محتاجة لأنها تغير. نعم، محتاجة لا يلاقبان على سبيل المثال قضية الأمن مثلا. أعرف أن الإنسان الموريتاني دائما بيته مفتوح ودائما مستعد للأغراب ودائما ما عنده أي توجس منه، أنه دائما ما يراعي لو قاتل يا الله يخاض فيه ولذلك يدخل فيه، هذه المدنية جديدة على الأقل يوعى الإنسان بكيفية تعاملها. الظرف الدولي طبعا من تحديات الجريمة المنظمة والإرهاب والتطرف، هذه الامور كامله يا الله بعد يخلق توعيه وتحسيس الانسان باهميتها، يا الله مولي تنزرع فيه روح المواطنه ان يعود الولاء لا للدوله، الولاء للوطن، للدوله وللوطن، ما هو ولاء ضيق القبيل ولا هو ولاء ضيق الجهه ولا هو ولاء ضيق الجهه. انت تعرفي عن موريتانيا الحمد لله قوتها في تعددها الثقافي وطبعا الدين الاسلامي واحد الجميع ولله الحمد، وبالتالي عندنا ركائز مهمه نقدر نعدلوها هي اساس وزرع قيم المواطنه مهم، ان قاه من يعود مهم عنده انتماء الوطن يعود يدافع عنه، يعود الى الوطن يمتس شعوره هو شخصيا، يعود التزاماته الشخصيه تجاه الوطن، ذاك اللي واجباته يعدلوا ذاك اللي الحقوق اللي له على الوطن يعود عارفها بجميع ابعادها. نعم، ما مستوى طرح هذه القضايا الثلاثه التي تحدثنا عن السلم المواطنه الاتصال في البرلمان داخل البرلمان؟ طبعا هي 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 كيف تعرف هي الفرق من اين تعد لها تعود لها تعود عندنا وسائل الاتصال كاداه، وسائل الاتصال مفهومها التقليدي ومفهومها الحديث.
أعرفي عن الاتصال. ما هو الاتصال؟ الاتصال هو المناصرة والتأييد، هو التعبئة الاجتماعية، هو التوعية والتحسيس، وبالتالي هذه لا قنوات سوى منها ذاك المعروف الأدوات القديمة اللي هي الإذاعات والتلفزات، وهذا طبعا ندور نركز عليه كأداة توصيل. وحتى ذاك المكتوب لأنه زاد هو عنده أناس واللي يفهموه واللي يوصله، وبالتالي ستكون قناة. ولكن الهدف هو ترسيخ قيم المواطنة لدى المواطنين، ترسيخ الاحتزاز بالوطن، ترسيخ الدفاع عن الوطن وعن مقدساته، ترسيخ أهمية رموز الدولة وأهمية الحوار وأهمية أنك تتقبل الآخر. هذا بما يعني قيم ثقافة السلام والسلم، أن الآخر مهما اختلف يجب أن تعترف باختلافه. هذا طبعا على صعيد عالمي وعلى صعيد ولو داخلي. على كل حال، أن الاختلاف احترام الآخر وقبوله. ما الله الإنسان دائما يعود يعرف عن الآخر، يتقبله بثقافته، يتقبله باختلافه، يتقبله بذاك اللي عنده كامل، ويعود دائما عنده حب للتعارف، وعنده حب التطلع للآخرين، وعنده حب مواساتهم، وعنده الإحساس بالأخوة والتعايش والسلم، وعنده ميول على الأمور كاملة تنحل بشكل سلمي. هذا سواء على صعيد، وهذا طبعا يعدل شبابنا ونسائنا حتى ولو شوفت أن الإنسان يبتعد عن الأفكار المتطرفة، يبتعد عن الغلو، يبتعد عن الأمور التي قد تضر ما لم تعد مثلا وجدية في نعم. كيف يجد الفريق البرلماني علاقة الترابط بين هذه ثلاثية السلم المواطنة الاتصال؟ هي ثلاثية فعلا معروفة، لأن الاتصال كيف قلت لك هو الأداة وهو القناة، وقيم المواطنة ترسيخها لابد منه نعتز بخصائصنا ووطننا، إياك نقدو إنجابه ونستوعبه ونندمجه فيما هو خارجي من خلال تقبل الآخر على صعيد عالمي، تقبل الآخر على صعيد مثلا تعدد. ما تقييمك لمستوى المواطنة والسلم في موريتانيا، وهل هناك ما يشكل تهديد حقيقي لهما؟ لا الله، هي عن اي مبادره حس بها انسان وخلقها معناها انه لا عنده احساس ان هناك نقص، ان هناك نقص. ولكن لو معروف الانسان الموريتاني الحمد لله معروف بطيبوبته، الانسان الموريتاني معروف بتفهمه، معروف الحمد لله بسهولة بعد قاع الولوج إلى المعلوم، وهذا طبعا شيء مهم لأنه يساعد في التعرف على الآخر. ومعروف مولي بأنه الحمد لله يتقبل الآخرين لأنه يتعارف معهم ببساطة، معروف ببيته المفتوح. هذا عنده إيجابيات وعنده سلبيات، نختار دائما هذه القيم والعادات اللي احنا نعتز بها. ذاك الجانب منها الإيجابي نعود نذمنه، وذاك الجانب منها السيء المضر، وأي ممارسات ذاني نغير العقليات اتجاهها، ياك نغير الواقع المعاش، وبالتالي نسير تنمية شاملة اللي هي طرح الموريتانيا الحديثة اللي يطرح السيد الرئيس مشروع المجتمعي السيد الرئيس محمد عبد العزيز. نعم، النائب البرلماني ورئيس فريق الاتصال المواطنة والسلم زينب بنت علي سالم، شكرا جزيلا لك.